صباح الخير أعزائي التلاميذ، سعيدة بلقائكم مجددا. نتمنى أن نشتغل في هذه الصبيحة على موضوع، وقد اخترت هذا الموضوع لأسباب خاصة ستعرفونها أثناء الاشتغال. هذا الموضوع هو من الوطنيات، من امتحانات الوطنية، وبالضبط في 2012. سؤال يتعلق بالدولة، ونص السؤال، وأنا قصدا قلت نص السؤال، لما الدولة؟ إذن كل الاشتغال سيتم من خلال مفهوم وأداة استفهام. لذلك أنا اخترت الاشتغال على هذا السؤال حتى نعرف إذا كانت المفاهيم بالنسبة للنص يعطينا إمكانية للاشتغال أكبر، لأنه يكون عبارة عن مفاهيم، عبارة عن علاقات بين هذه المفاهيم تعطيني فرصة. بالنسبة لهذا السؤال هو فقط مفهوم واحد، لما الدولة؟ إذن سنشتغل انطلاقا من هذا السؤال، سنحاول أن نعرف الحيثيات التي ستساعدنا في هذا الاشتغال قبل أن نشتغل عليه. أول مسألة وهو ملاحظات مركزية يجب أن أنطلق منها، حينما أرى الدولة لابد أن أضعه في مجال المجزوءة التي ينتمي إليها. حينما أقول الدولة أقول مجزوءة السياسة التي تضم مفهومين وازنين، تضم الدولة وتضم أيضا الحق والعدالة. إذن هذا السؤال الذي سأشتغل عليه، هذا المفهوم الوحيد الذي سأشتغل عليه يؤطر في مجزوءة السياسة. إذن حينما أقول لما الدولة، ما ضرورة الدولة؟ هل للدولة ضرورة أم يمكن للإنسان أن يؤمن جميع شروط حياته في غيابها؟ يعني كانت الدولة ولا ما كيناش ممكن للإنسان أن يستمر؟ هذه الاستمرارية هي التي ستناقش، أو هي التي يمكن أن نناقشها. إذن هل يمكن أن يستقيم وجود الإنسان في غياب الدولة؟ لاحظ أنا لا أريد أن أتحدث عنها، فقط الآن أطرح بعض التساؤلات التي لا بد منها. إذن ما ضرورة الدولة؟ هل لها فعلا ضرورة، أم أن تأمين شروط حياة الإنسان يمكن أن يتم في حضورها أو في غيابها؟ حينما أقول أن السؤال يرتبط بلما الدولة، لابد، لاحظ معي، التساؤل عن الزاوية التي من خلالها سنقارب هذا المفهوم. صحيح أنني سأشتغل على الدولة، ولكن الدولة عبارة عن وحدة، عبارة عن محاور متعددة. هل سنقارب هذا المفهوم انطلاقا من مشروعية الدولة وغاياتها، أم انطلاقا من طبيعة السلطة السياسية، أم انطلاقا من الدولة بين الحق والعنف؟ أم أن هذه المحاور جميعا سأحاول توظيفها من أجل الاشتغال على مفهوم الدولة؟ صحيح أن لمشروعية الدولة وغايتها نصيب الأسد في هذا الاشتغال، ولكن يجب أن أشتغل من كل درس الدولة بنوع من الانتقاء، بنوع من الاختيار للمعلومات التي ستساعدني في صياغة موضوع. وحينما أقول موضوع أقول مقدمة وتأطير إشكالي، أقول تحليل، مناقشة، خاتمة. وأنا كتلميذ هذه المعطيات جميعا ديال الكتابة يجب أن تتم من خلال كلمة واحدة أو مفهوم واحد وأداة استفهام. إذن كيف أستطيع أن أبني إجابة وموضوعا بكل معطيات الموضوع وشروطه من خلال مفهوم واحد؟ هذا يتطلب مني نوع من التمرين، من الممارسة، من التدريب على هذا النوع من الكتابة. إذن قلت سنتساءل عن الزاوية التي من خلالها سنقاربه. هل سنقاربه من مفهوم، من مجرد محور أو قضية، أم يجب أن نستحضر كل هذه القضايا التي تشكل مفهوم الدولة؟ آتي إلى أنني أريد أن أصوغ مقدمة للإجابة. مقدمة للإجابة تبنى على اعتبار أن ستلاحظون معي أن الحديث عن الدولة هو نتيجة. ما يمكن ليش نجي مباشرة وأقول الدولة هي، لابد أن أبني إجابتي وأصل إلى الدولة كنتيجة.
من خلال ما يلي. إلى تذكرتي والوضع البشري تحدثنا فيه عن الإنسان. الإنسان اللي قرينا في الوضع البشري تتعدد توصيفاته، فهو ليس مجرد كائن عاقل وكائن عارف أو كائن أخلاقي، بل هو أيضا كائن سياسي واجتماعي. إذن هذين التوصيفين لهما روابط متعددة أو تؤسس لهما مجموعة من العلاقات. كون الإنسان كائن اجتماعي وسياسي تضاف كتوصيفات تضاف إلى توصيفاته، هي المنطلق ديالي باش غادي نصوب أنا المقدمة. إذن ما يمكنش نلغي عليه الخاصية الاجتماعية والخاصية السياسية. لماذا؟ لأن الإنسان ككائن اجتماعي يعيش نوعا من لا يستطيع أن يفي حاجياته بمفرده، فهو في حاجة إلى الغير، في حاجة إلى عالم الأغيار ينخرط، تحكم عليه الضرورة الاجتماعية بأن ينخرط في عالم الأغيار من أجل أن يلبي حاجياته الحياتية، من أجل أن يعني أيضا أن يشكل ما يؤسسه كوجود فكري ووجود عاطفي، لابد أن يتدخل الغير. إذن قلت أن الضرورات المتعددة التي هي نتيجة لما يعانيه الإنسان من نقص أو لما ما يحدد ماهيته من نقص تفرض عليه أن يدخل عالم الأغيار. هذا الدخول إلى عالم الأغيار ونسج علاقات معهم تحتاج إلى نوع من التنظيم، تحتاج إلى نوع من التقنين، تحتاج إلى قوانين، إلى مؤسسات، وبالتالي نحتاج إلى إطار ناظم لهذا التواجد. إلا فهمتوا معايا هذا الشيء اللي قلت، غنطلق من أن الإنسان كائن اجتماعي واجتماعيته تأتي من أنه لا يستطيع أن يلبي كل حاجياته، جانب منها طبعا أن يلبي كل حاجياته بمفرده، فهو في حاجة إلى الغير أو للعالم الأغيار. اندراجه في عالم الأغيار يحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى مؤسسات وقوانين وتشريعات وسلط، يعني يحتاج إلى الدولة. إذا لاحظتوا كيفاش أنا جيت أن الدولة نتيجة من الخاصية الاجتماعية، الخاصية ديال أن الإنسان ما يمكنش يعيش فوضى، لابد أنه يعيش في إطار من التنظيم والمأساسة والقوانين تنظم علاقاته بذاته وبالآخر، فأنا في حاجة إلى الدولة. لهذا حري بي أن قبل أن أتساءل لما الدولة، أن أتساءل ما الدولة، ما الدولة أولا، ثم أنتقل إلى الهدف من الدولة أو الغاية منها أو ضرورة الدولة. هنا غنجي للتأطير الإشكالي ديالي. أول سؤال طبعا ما الدولة، علي أن أعرفها أولا قبل أن ألجأ أو قبل أن أعرف ضرورتها، أو هل أنا في حاجة إليها أو يمكن أن أؤمن وجودي في غيابها. ما الغاية من وجودها؟ من أين تستمد مشروعيتها ومبرر وجودها؟ هل يمكن أيضا للإنسان، هل يستقيم الوجود البشري في غياب تأطير ومأساسة منظمة لهذا الوجود؟ سؤال أخير، هل تتفق غايات الدولة مع غايات الشعب بالضرورة؟ أنا كمواطن إلى أي حد أن وجود الدولة يفيدني؟ إلى أي حد أنني ما أطمح إليه، ما أرغب فيه، تستطيع الدولة أن تلبيه، وبالتالي يحصل نوع من الاتفاق بين ما أتمناه وأرغب فيه وما تقدمه الدولة. إذن هل تتفق
غاياته. المواطن باعتبار ملي غندخل الدولة غنهضر على الإنسان المواطن مع غايات الدولة بالضرورة. إذا غنركز على هذا الشيء اللي قلت، غنحاول نلخصه. لن نستطيع أنني أولا أشتغل من خلال مفهوم واحد، أن هذا المفهوم وازن في حياة الإنسان، وازن على مستوى تنظيم الحياة الإنسانية والحياة الاجتماعية والحياة السياسية. لا يمكن للإنسان أن يستقيم وجوده في غياب مؤسسات، في غياب إطار ناظم لهذا التواجد. ما كنجيش رأساً إلى الدولة، صحيح أن الدولة مهمة، ما غنجيش لها رأساً، غنقول واحد المعطيات ممهدة لأنني آتي إلى الدولة. قلت الخاصية الاجتماعية وخاصية تنظيم هذا التواجد الاجتماعي تتم من خلال الدولة. غنكون درت واحد المقدمة وجيت للتأطير الإشكالي. هذه بعض الإشكاليات يمكن أن نصوغ أحسن منها. المهم أن غنبقى في المطلوب. المطلوب يتحدد، نعرف بعد الدولة ونشوف بعد ذلك ما الغاية منها. لأن لما الدولة؟ يعني علاش خاصها تكون الدولة؟ ما الغاية منها؟ من أين تستمد مشروعيتها لكي تشكل أساس في حياة الكائن البشري؟ إذن من أين تستمد مشروعيتها ومبرر وجودها؟ هل يمكن أن نتواجد في إطار من الفوضى وإطار لا تنظيم وإطار غياب مثلا قانون الغاب؟ راه لا يمكن للإنسان أن يعيش في قانون الغاب، مهما كانت الدولة ضعيفة ومهما كانت الدولة بين قوسين غير ديمقراطية، يجب أن يكون إطار مؤسسي ناظم يقنن ويؤسس لوجود الكائن البشري. ملي غنوصل لهذا الطرح الإشكالي خصني نبدا في التحليل. شنو التحليل؟ غنشتغل على تعريف الدولة. أولا، ما الدولة؟ الدولة على اعتبار أنها مفهوم وازن في اجتمع حول تعريفها مع اختلاف في التعاريف، تختلف التعاريف ولكنها تتوحد في قواسم مشتركة بين السياسيين وعلماء الاجتماع والحقوقيين والقانونيين والفلاسفة، هي الإطار المؤسسي الذي يمكن أن ينظم المعيش البشري. ولكن هذا لا يمنع أننا نعرض للعديد من التعاريف ديال الدولة، كلها تصب في مجرى واحد، وهو أن نؤسس بنوع من الأمن والاستقرار والحق وضمان الحرية للوجود البشري. إذن تعريف الدولة تعني الدولة في الاشتقاق اللفظي العربي التداول والتغير، وفي اللسان اللاتيني تعني كلمة إيتا حالة من الاستقرار والنظام المؤسساتي الذي يشارك الشعب في تأسيسه. إن الدولة مجتمع منظم ذو حكومة مستقلة تتكون من أشخاص يختارهم الشعب لسياسة وتدبير شؤونه. وانتبهوا معي وسطروا على بعض الجمل، أنها تتكون من أشخاص يختارهم الشعب لسياسة وتدبير شؤونه، وهي أيضا كيان سياسي قانوني محكم التنظيم. من وظائفها تشريع القوانين كما وتأمين الحريات، كما تعد أيضا سلطة، أي أن لها الحق في استعمال العنف المشروع إزاء من لا يطيع القانون، وهي بهذا التحديد توضع في مقابل الشعب. والدولة كما يعرفها الحقوقيون وعلماء الاجتماع هي جماعة كبيرة من الناس تسكن أرضا معينة بصفة دائمة، ويجمعها نظام سياسي محدد، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال. الشخصية المعنوية هي الشخصية الاعتبارية والقانونية للدولة، لأن الدولة شخص معنوي، وعلى اعتبار أنه شخص معنوي يقوم مقامه أشخاص فعليون يتصرفون باسمه. فمن حق الدولة أن تقاضي، ومن حقها أن تملك نقول أملاك الدولة، من حقها أيضا أن كما قلت أن تقاضي وأن تتعاقد،
إذن بما أن شخص معنوي لا يستطيع مباشرة هذه الاختصاصات، كان من اللازم أن يكون هناك أشخاص حقيقيون يمثلون الدولة ويتصرفون باسمها، ومهما تغير هؤلاء الأشخاص تظل الدولة قائمة. إذن لاحظ مجموعة ديال التعريفات ولكنها كتمشي في سياق تختلف ولكن تعود لتتوحد أن الغاية من وجود الدولة هو أن تخدم المواطن. أن تخدم المواطن هو ما سنصل إليه حينما نتحدث عن لم الدولة. إذن إنما يمكن استخلاصه من هذه التحديدات أن الدولة ووفق المنظور السياسي والاجتماعي والقانوني المعاصر تعد الإطار المؤسسي الذي تنظم فيه علاقات الأفراد ليكونوا مواطنين. لاحظ، تنظم فيه علاقات الأفراد ليكونوا مواطنين بمعنى لينموا حسهم الوطني، فالإنسان لا يمكنه أن يعيش في غياب مؤسسات متعددة تسهر على تنظيم شؤونه، أي وجوده وانتماؤه ومختلف مصالحه حتى يستطيع أن يعيش في أمن وسلام واطمئنان. من هنا تعد أهمية الدولة وضرورتها لازمة، ويغدو السؤال لما الدولة سؤالا مشروعا. ملي كنعرف الدولة، ملي كنعرف رهانات الدولة، ملي كنعرف قيمتها بالنسبة للفرد، يصبح السؤال لما الدولة مشروعا. إذن لما الدولة؟ لما الدولة؟ لأسباب كثيرة. كنبدأ من تأمين الحق، فباعتبار أنني أقوم بواجباتي، وحتى القيام بالواجب للدولة دور كبير فيه، إلى أي حد أن الدولة تعلم مواطنيها أن يقوموا بواجباتهم على الوجه الأكمل، من خلال التنشئة الاجتماعية، من خلال منظورها للمواطن، من خلال أيضا تمتيعه بمجموعة من الحقوق التي في مقابلها يقول يجب، ما دمت أتمتع بحقوقي يجب أن أقوم بواجباتي. إذن لما الدولة؟ لكي يكون المواطن متمتعا بمجموعة من الحقوق، من أبسط حق إلى أعقد حق، من حقه في الحياة وهو حق مشروع، في التطبيب وفي التمدرس وفي مثلا الشغل، من الحقوق التي لا يمكن أن نتصور وجود الإنسان في غيابها، إلى حقه في المشاركة السياسية، حقه في إبداء الرأي، حقه مثلا في أي على الخصوص في حرية التفكير، في الحرية، في حرية مثلا كحرية التفكير، كالحرية في الممارسة السياسية. إذن من لما الدولة؟ لكي تراهن على مجموعة من الحقوق. لما الدولة؟ لكي يعيش المواطن في أمن واستقرار، وتحمي ممتلكاته وتحمي شخصه من الأمراض والأوبئة. لما الدولة؟ ليكون هناك تنظيم وتكون هناك مؤسسة. فالدولة إذن لا يمكن إنكار قيمتها. إذن لما الدولة؟ السؤال كما قلت مشروع، أشرت إلى هذه الأفكار وأجملها فيما يلي. عبر أجهزتها المتعددة، ملي كنقول دولة كنقول واحد الهرم قاعدته المواطن أو المواطنين، وقمته أجهزة تمارس السلطة، تدبر الشأن العام، تسهر على المواطنين، على يعني تدبير حياة المواطن. إذن عبر أجهزتها المتعددة وطريقتها في تفعيل السلطة. قبيلة قلت لكم إن محور غنهضروا عليه، هل المحور الأول راه غنشتغل بكل المحاور. من نقول عن طريقتها في تفعيل السلطة، ممارسة السلطة في دولة ما كيف تمارس، إلى أي حد يؤخذ المواطن بعين الاعتبار في التخطيط، في استراتيجيات التي تضعها الدولة، إلى أي حد تحترم مواطنيها، وإلى أي حد تضع مصلحة مواطنيها فوق كل اعتبار. إذن طريقتها في تفعيل السلطة، منظورها للمواطن، سياساتها واستراتيجيتها التنظيمية،
فهي التي تسطر القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية بين الناس وبينهم وبين الدولة، وتضع التشريعات وتراهن على الحقوق كما قلت التي ينبغي أن ينعم بها المواطن، وهي أيضا ما يمكن أن ينشئ مواطن بما تحمل الكلمة من معنى. ما معنى مواطن هنا؟ معناها مواطن متحرر من الخوف، يشعر بالأمن، يتمتع بحقوقه، مواطن غير مدجن بعيدا عن كل تسلط أو قمع أو تدجين. تدجين المواطن هي أننا نجعله يمتثل لكل شيء، إما تابع خاضع لكل ما يفرض عليه يخضع له. إذن على الدولة أن تنمي الحس النقدي في المواطن ولا تجعله مواطنا مدجنا. إذن دون تدجين، مع إلغاء كل أشكال العنف مادية أو معنوية كانت، مواطن قادر على اتخاذ قراراته، على رسم مسار حياته واختياراته وتحقيق مشاريعه. وللدولة هنا دور كبير جدا في أنها تضع المواطن أمام تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص على المستوى التربوي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي. دورها هنا كبير حينما يكون كل المواطنين سواسية أمام، يعني أمام أن تكون فرص متكافئة ويكون المواطن في جميع حقوقه وجميع واجباته واختياراته وما يريد أن يبني به ذاته ومجتمعه، تكون هناك فرص متكافئة أمام الجميع. لهذه الاعتبارات جميعا تتأكد أهمية الدولة، لما الدولة لابد أن تكون. إذن العملية اللي قمت بها أنا الآن، شرحت مفهوم الدولة وشرحت ما هي الاعتبارات التي يجب أن تكون من أجل أن أؤكد بها مشروعية وحضور الدولة وأهميتها. لابد أن ألجأ بعد ذلك إلى بعض المواقف التي تدعم تحليلي، لابد أن ألجأ إلى ما يؤكد ما قلت، ما يؤكد لي أن لما الدولة يجب أن تكون الدولة. لما الدولة سؤال مشروع، لماذا؟ لأن للدولة دور وازن في حياة المواطن. إذن لابد أن أستعرض مجموعة من المواقف. مجموعة من المواقف هي ليست ملزمة، وإنما لكم كامل الاختيار، كل ما يخدم الموضوع يجب أن أوظفه. أنا غادي نرجع إلى مجموعة من غنقول، نظرا لكون الدولة تشكل في المجتمع مؤسسة مركزية، لأن الدولة راه مؤسسة كبيرة جدا تندرج ضمنها مجموعة من المؤسسات التي تسير الشأن العام انطلاقا من الدولة. إذن هي مؤسسة تشكل في المجتمع مؤسسة مركزية وإطارا توافقيا لتمثيل وإدارة الشأن العام المجتمعي، فإنها شكلت موضع اهتمام كما قلت سابقا السياسيين وعلماء الاجتماع والحقوقيين والقانونيين والفلاسفة. لذا تعددت الفهوم، الفهوم جمع فهم، كل يفهم الدولة بطريقته الخاصة، ولكن في علاقتها بالمواطن كل يراهن على ما قلت سابقا ويؤكده. إذن تعددت الفهوم إزاء طبيعتها وأدوارها. نشير من بين المواقف هي على سبيل التذكير وليس الحصر، نشير إلى أرسطو. نشير أرسطو انطلاقا من اعتباره أن الإنسان حيوان سياسي، فهو لا يستطيع أن يعيش خارج الدائرة الاجتماعية بما تفرضه من انصياع للإطار المؤسسي الناظم لها. وضفت مفهوم الانصياع، ولكن الانصياع الذي ليس فيه تسلط على حرية المواطن، انصاع بنوع من الرضا ونوع من الرغبة ونوع من قبول هذا الانصياع، لأنه يخدمني في أشياء، يخدمني في تحقيق الأمن، يخدمني في الاستقرار، يخدمني في أشياء كثيرة تؤمن وجودي. إذن
الانصياع للإطار المؤسسي الناظم لها، مؤكداً على أن ضرورة الدولة تتمثل، لاحظ، تأمين خير وسعادة الأفراد وضمان حياة فاضلة يسودها العدل والخير والمساواة. هذه القيم هي ما أطمح إليه أنا كمواطن من الدولة، وما يجب على الدولة، وستلاحظون ما سأنتهي إليه أنا في الخاتمة. وفي نفس السياق مع اختلاف في المرجعية، غنمشي لجون لوك، يرى أن الغاية من وجود الدولة تتمثل في حماية الناس وحماية ممتلكاتهم وخيراتهم المدنية والرهان على الحرية والقانون والمساواة. نشير أيضا إلى سبينوزا، وأنا أعجب به لأنه كيراهن على أن من ما تراهن عليه الدولة بالنسبة للمواطن هو تحقيق الحرية. يؤكد بدوري على أن مشروعية الدولة وأساس وجودها هو الرهان على الحرية، بحيث يشعر المواطن بحريته وإنسانيته بعيدا عن كل قمع أو تسلط أو تدجين، متحررا من الخوف، متمتعا بحقوقه ويعيش في أمان. من التصورات المعاصرة يمكن أن نعرض إلى جاكلين روس التي تشير إلى دولة الحق، تسميها دولة الحق والقانون. دولة الحق والقانون بمعنى أنها تراهن على الحق، بتقوم بالنسبة لجاكلين روس على فصل السلطات، وهي دولة العقل بالأساس. نفس المعطيات يشير إليها المفكر الاجتماعي الفرنسي ميشيل مياي، الذي يرى، يتحدث عن دولة الحق أيضا، وهي الدولة التي تستند على الحق وقيمة المواطنة وتدبير المجتمع بآليات عقلية رشيدة. لاحظ أن ما كاينش اختلافات كبيرة. حينما يهتم الفيلسوف أو الحقوقي أو السياسي أو الاجتماعي بدور الدولة، هو كيراهن على مجموعة من الحقوق، يراهن على الحرية، يراهن على سيادة القانون والمساواة ومساواة الناس أمام هذا القانون. إذن من هنا نستخلص، استخلاص بمعنى الخاتمة. طرحت الإشكاليات بعد التقديم أو المقدمة، قلت لكم لن نأتي رأسا إلى الدولة، ما يمكنليش أن نجي نقول الدولة تعني، تندير واحد تقديم، طرحت معاه إشكاليات، اشتغلت أنا على التعريف ديال الدولة، وقلت يمكن أنني بلا ما نرجع عن المواقف، أنا كمواطن أتمثل نفسي كنقول من خلاله شنو خاص الدولة توجد لي أنا كمواطن، طبعا في مقابل ما أقدم أنا للدولة، لأن هناك تناظر بين الحق والواجب، مسألة لا نقاش فيها. لكي أعيش في أمن واستقرار وكذا، ماذا يجب على الدولة؟ عرضت المناقشة مجموعة من المواقف، ليست ملزمة، يمكنكم أن تستعملوا أي موقف يشير إلى الدولة أو تخدم لي المطلوب بالدرجة الأساسية. نأتي الآن إلى استخلاص أو خاتم. يتأكد من خلال كل ما سبق أن الدولة مهمة للمواطن. إذا أنا كان جاوب على السؤال لما الدولة مهمة للمواطن، فهي الضامنة والمنظمة لمختلف أشكال وجوده، من تأمين، لاحظ، من تأمين بطاقة هويته وانتمائه. هذه أول حاجة كتعطيها للدولة، بطاقة الانتماء إلى فضاء ترابي ما. يجب أن أعتز بهذا الانتماء إذا كان فعلا ما يدعوني إلى الاعتزاز. إذن من بطاقة هويته وانتمائه إلى ضمان تمتعه بكافة حقوقه، كما أسلفت، كالحق في العيش والتعليم والصحة والتشغيل، وكذا تأمينه من الأمراض والأوبئة وضمان سلامته والمحافظة على ممتلكاته وحريته في التفكير والتعبير وإبداء الرأي. إذن هذا الشيء اللي بغيت من الدولة، وهذا الشيء اللي كيأكد ضرورة الدولة. ردوا معي البال لهذا الاستخلاص، غير أن هناك قدرا لا يستهان به من التفاوتات والاختلافات بين الدول في أسلوب أدائها وممارساتها للمهام الاجتماعية الآنفة. العالم دول متعددة في علاقتها بمواطنيها، في وجودها كدولة
هناك تفاوتات لا يمكن أن تتفق، ممكن ماشي عدم اتفاق كلي، وليس أيضا هناك اتفاق. كل دولة لها استراتيجيتها في تعاملها مع يعني كدولة وفي علاقتها بمواطنيها. إذن هناك اختلافات وتفاوتات بين الدول. أنا ما نوقفش عند كل الاختلافات، أنا نشير نموذجين، الدولة الديمقراطية والدولة التي ليست ديمقراطية. إذن في أسلوب أدائها وممارستها لمهامها الاجتماعية الآنفة، هناك من جهة دولا ديمقراطية. معنى دولة ديمقراطية؟ تعد الدولة فيها إفرازا حقيقيا، يعني إنتاج اجتماعي حقيقي ديالها، ياش لتوافقاتها وصراعاتها وتعبيرها عن مكوناتها وحساسياتها السياسية والاجتماعية. بمعنى فيها انتخاباتها نزيهة، فيها مبدأ الكفاءة هو الذي يدخل في هذا في اختيار من يقود مسيرة الشعوب، فيها عدالة، فيها إنصاف، فيها ديمقراطية، فيها حق بالنسبة للجميع. إذن فيها هنا إنتاج، إذا شئتم إنتاج مشي مجاني، إنتاج استحقاقي كما قلت، إفراز حقيقي لتوافقات وصراعات وتعبير عن مكونات الدولة وحساسياتها السياسية والاجتماعية. بينما هناك من جهة أخرى مجتمعات تنتج دولة على مقاس، تتفصلها على شكون؟ على مقاس نخب معينة وتشكيلات هذه النخب وطبيعة نظام الحكم والسلطة المهيمنة فيها، لا سيما في السياقات غير الديمقراطية. حينما تغيب الديمقراطية نفصل الدولة على مقاس نخب معينة، على مقاس امتيازات، على مقاس أيضا منظور سياسي معين. إذن على مقاس مجموعة من النخب، وهذه في الدول الديمقراطية لا تعتمد على آليات حداثية في إنتاج الدولة مثل الانتخابات الديمقراطية والنزيهة والهيئات التمثيلية الحقيقية وغيرها. هكذا من خلال مفهوم واحد في السؤال يمكن أن نصوغ إجابة بمقدمتها، بتحليلها، بمناقشتها، باستخلاصها. يجب أن تكون الدولة، وحري بنا أن نتمن وجودنا في الدولة وأن نجعل من الدولة التي نتواجد فيها إطاراً للحق وللعدالة وللحرية وللواجب أيضاً. إذن لما الدولة؟ الدولة مش ضرورة، الدولة يجب أن تكون. أنتهي عند هذا الحد، أستودعكم الله وإلى اللقاء.